يا مرحبا فيكم، شاكر لكم. وانت طلعت ان انت صديق قديم من ايام ما كنا في بلدية الجنوبية. البداية يعني النشأة كنشأة كثير من شباب الحد، كنا في البحر بحكم ان احنا مثل ما يقولون شبه جزيرة، والوالد عمله في البحر والجد عمله في البحر، فكنا نساهم معهم طبعا من غير وظيفة حتى سن التخرج من الثانوية. في قطعة في الحد يسمونها الحويلة، هو يسمونه فريج البن علي، احنا هذا منشأنا، فيها يعني بيوت من بيوت الفضالة، يعني حياتنا في البحر. كان عندنا حضور وعندنا بوانيش بالعامية اللي هي السفن، ونساهم في جزء من وقتنا في العمل في البحر. والله الوالد رحمة الله عليه كان يعني علمنا التعليم الصحيح، شلون تعمل في الحياة، تأديبه بس بالنظرات، كان إذا ينظر لك نظرة أنت تعرف أنت يعني لو بدت تصحح المسار اللي أنت فيه. الوالدة موجودة الله يحفظها ويشفيها، طبعا هي اللي مدلعتنا أكثر. الوالدة طبعا من منشأها من المحرق، لما تزوجت جات الحد مع الزوج مع الوالد، كنا أكثر يعني في بيت مهما تقول البيت العود، يعني كان موجود في عموم البحرين وعموم الخليج، يعني ألعاب مرتبطة في البحر، كنا نشد الجذوع ونخلي عليها خشب، هاي واحدة من الألعاب، ونصيد سمك، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية. يعني في كان عندنا عين، هاي العيون هاي كانت يعني تلعب دور في المنطقة، كل من بيشرب ماي ولا بيتغسل يروح عندنا، احنا عين هايل بن علي مشهورة رحمة الله عليه من بناها، فنلعب الألعاب الشعبية التقليدية اللي هي يسمونها القلينة والمعطوع والصعقير، وبعدين كرة القدم نلعبها عدة طرق، بكرة صغيرة وبالكرة العادية. الدراسة مدرسة الحد الابتدائية اللي هي لاصقة في بيتنا، هذه تأسست سنة 1926 من أول المدارس يعني في البحرين من بعد الإحداث الخليفية. كان طبعا ما لحقنا على ذي الجيل، لكن كانوا يقولون لنا الأستاذ يعقوب القوس، كان يعني هو شبه المؤسس لهذه المدرسة. وبعدين في المرحلة الإعدادية رحنا مدرسة الحد الإعدادية، يعني كل سنوات ولها معارف ولها أصدقاء. نسألك عنهم، من كان أصدقائك؟ في الابتدائي أبناء الفريج، يعني كان يوسف أحمد بن علي وعادل الشروقي وإبراهيم الماجد وعبد الله الشايجي وخالد بن علي وأحمد العمادي، يعني إذا ما نسيت من الموجودين. إعدادي، الإعدادي حسن ميحد، واحدين قال حسن ميحد، سمير خادم النائب السابق كان زميل، عبد الله الرئيس، مسلم، صالح المسلم، احسنت، احمد المسلم رئيس مجلس النواب الحالي، عيسى المسلم، يعني عموم عائله المسلم كلهم كانوا معانا في المدرسه. وفي هالفترة، فترة الدراسة الابتدائية والإعدادية، هل كنت تروحون البحر بعد ويا الوالد؟ اي نعم، كنا نروح مناطق يعني خارج منطقة الحد، في المناطق يسمونها الميلات والديبل والمعترض وخورفشت والفشت الجارم، هذه المناطق كنا نروح فيها مع الوالد في الإجازات الصيفية في الأيام اللي تسمح. يعني أنا ما كنت تروح في أيام الدراسة، أيام الدراسة قليل، كنا نروح لحضور أكثر لأنها بحكم القرب يعني.
وما أثر هذا على دراستكم في ذيك الفترة؟ لا الحمد لله، والوالد حريص كان على أن احنا يعني نتابع أمورنا الدراسية. وبعد الدراسة بعدها الثانوية كنا في مدرسة الهداية الخليفية في القسم التجاري سنتين، في الأول ثانوي والثاني ثانوي، وبعدين في التوجيه نقلونا في ديك السنة واحدة، والتجاري كلهم في المنامة، فتعرفنا على جيل جديد بعد من المنامة، من شباب المنامة. لماذا اخترت مدرسة الهلال؟ قصدي لماذا اخترت المسار التجاري؟ يعني ذاك الفترة يعني تجاري كانت الناس ميالة إلى بجيلنا، يعني احنا جيل الثمانينات الناس كانت وين بتروح تجاري، بس قبل ما حد كان يروح تجاري. صح، والله شفت اللي حواليني يعني يتكلمون عن ان التجاري هو الافضل، وانك بتتعلم فيه مهارات، ومشينا فيه. مع ان اول اسبوع انا كنت دخلت عام، لكن عقب غيرت يوم شفت كل ربعي راحوا تجاري، وتشاورت مع الاهل قالوا طيب، فدرست التجاري الحمد لله. وبعد التخرج من الثانوية؟ بعد التخرج من الثانوية درست الله يسلمك في كلية الخليج كان، وانتسبت لجامعة بيروت العربية. كلية الخليج كانت في البحرين؟ اللي كانت في البحرين، كلية الخليج يسمونها الصناعية أظن، شيء كذي في مدينة عيسى. درست فيه الاكاونتينج والاوفيس براكتس، وبعدين انتسبت جامعة بيروت العربية، لكن حالة الظروف لنا أكمل، وبعدين كملت في اسكندرية. انتساب أيضا؟ انتساب وحضور امتحانات يعني. الفترة كنت تدرس وتشتغل يعني؟ ايه كنت ادرس واشتغل. يعني بعد ما خلصت الكورسات وين اشتغلت؟ ولا مباشرة اشتغلت؟ اول وظيفة اشتغلت فيها في بلدية الحد، في اذا يحضرني التاريخ، في شهر 8 1978، واشتغلت فترة مؤقتة يمكن 8 شهور، حتى يعني من ضمن اللي أتذكره أنه كان مراقب البلدية رحمة الله عليه عبد اللطيف أبو علي، لما جيت باطلع بروح مجال البنوك كان يقول لي انت ليش بتروح، اقعد انت بتصير رئيس البلدية. سبحان الله يعني، ودارت الايام وفعلا صرت انا مدير عام بلدية محرق. السبب اللي خلاه يقول لك هالكلام يعني ما اعرف الله يرحمه، لكن كان انه ما بيني اطلع وانه بترقى وكذا، شافك موظف نشيط يعني. يمكن رحمة الله عليه يعني كان حريص على أنه ما أطلع، لكن أنا طلعت بعد 8 شهور. إيش طلعت؟ كان عندي عرض في بنك فرنسي اسمه سوسايتي جنرال، كان ضعف الراتب، كان أول وظيفتنا ب125 دينار، فالبنك الفرنسي عطوني أذكر 330 دينار، أكثر من الضعف. نعم. ايه هذا السبب رحت الى البنك الفرنسي؟ رحت البنك سوسيتي جنرال. كم قعدت في البنك؟ قعدت فيه تقريبا 3 سنوات، وبعدين رحمة الله عليه. كيف كان يعني التغير اللي طرع لك؟ انت وين كنت متخرج مسار تجاري؟ ايه، لكن لما رحت الى البنك يعني كيف وجدت عمل البنك؟ يعني تدرجت طبعا في عمل البنك، يعني كانوا يعلمون على يعني كل ما
يعني كالعملية كانت تطلع من يسمونها الديلينج روم الفوتشرز هذه، فاحنا نرحل هذه في السيستم، كان سيستم قديم NCR، وناخذها على الفايلنج العادي. هاي بداية العمل، ظليت 3 سنوات. بعدين المدير التجاري رحمة الله عليه عبد الله أبو الفاتح انتقل إلى بنك اسمه Overseas Trust Bank، وعقب ما راح هناك طلب نقلني معه ورحت معه. بعد ظليت فيها هناك كم سنة؟ بعد تقريبا 3 سنوات. ومتى وبعدها؟ بعدها انتقلت إلى، صار في فرصة في عام لما فتح الجسر في سنة 86 ميلادي، صار في فرصة أن أتوظف هناك في الجمارك؟ لا، في المؤسسة العامة للجسر الملك فهد. فتعينت في تقريبا في شهر 11 مثل هذا الشهر في سنة 87. زين، نبتدي مثلا في أي سنة خلصت الدراسة الجامعية؟ خلصت في بداية التسعين. أيام يعني أيام ما كنت في المؤسسة العامة. أي نعم، وعلى أثرها حصلت ترقية عقبها. السبب اللي خلاك تطلع من البنك إلى المؤسسة العامة، هل أيضا كان عرض الراتب؟ لا، يعني السبب شرعي، يعني على أساس أبتعد عن الربا في البنوك. بس كان براتب أقل يعني؟ لا، راتب أكثر وإجازة يومين، كان على نظام السعودية ذاك الوقت. البحرين ما طبقت نظام اليومين، كان عندهم يوم الخميس والجمعة، فشفت أن الراتب أكثر ورحت يومين. وأيضا ابتعاد عن البنوك. أي نعم. زين، نرجع جل مرحلة البنوك، يعني هل شو كنت تتعامل وياه يعني في فترة اللي كنت في البنوك؟ لا، هذه يعني تقصد يعني أن أنا ذكرت قضية الربا، ابتعد عن الربا في آخر سنة صارت يعني. يعني حسيت يعني قريت وشفت وتأذي إنه لابد إن أنا وبس، وقلت خل أبحث أشوف يعني على وظيفة. فكان حص من ضمن اللي حصلت مقارنة بينهم 3 وظائف، كان في شركة باص، وفي صندوق التقاعد، وفي المؤسسة العامة للجسر الملك فهد. فاخترت المؤسسة العامة لوجود إجازة يومين والراتب أعلى برقم أن المسافة يعني بذاك الوقت أكثر إلى منتصف الجسر. هنا وكيف كان العمل في الحد في الجسر؟ في الجسر تقريباً يعني كانت الوظيفة شبه سكرتارية مكتب مدير عام التشغيل والصيانة، حتى يعني سنة 91 عينت مدير في المؤسسة في مكتب الجانب البحريني. مكتب البحرين كان ما في حد معين هناك. مدير مكتب الجانب البحريني؟ يعني مدير تحت إشراف المدير العام للمؤسسة العامة. إيه. وكيف كان العمل يعني في فترة الدستور؟ جيد، كان حركة علاقة مع الإدارات الحكومية في الجانبين، لكن بحكم وجودي أنا في البحرين مع الإدارات البحرينية، فامتدت العلاقة من الجسر إلى الوزارات الموجودة في البحرين أو مرجعية هالجهات الموجودة في الجسر، وعلى رأسها طبعا وزارة الداخلية، وكانت الجمارك اللي هي تتبع وزارة المالية والمرور. طبعا المرور الجمارك وقتها تتبع وزارة المالية.
كانت سابقا تتبع وزارة المالية. وكنت انت ما كانت علاقات عندك بس ما كنت تشرف على الموظفين؟ لا لا، احنا يعني مثل ما تقول نصير لهم يعني نقدم لهم يعني بما يسمى خدمات التشغيل غير الاشراف على البوابات، خدمات التشغيل على أساس ينجزون عملهم، لأن احنا مسؤولين عن المباني، المباني وصيانات، كانت المؤسسة العامة هي اللي تصرف عليها من الريع اللي يستلم من البوابات الرسمية. ولأي سنة بقيت في الجسر؟ بقيت إلى صدر مرسوم تعييني مدير عام الموارد والخدمات في الهيئة العامة للثروة البحرية والحياة الفطرية في 21/6/2008. يعني انت بقيت في الجسر تقريبا 21 سنة. 21 سنة ما شاء الله. عقبها بفترة يعني يمكن شهور كذي يعني عرفت ان في لي يعني شو اسمه تغيير وظيفة تناسب بما مستوى وظيفتي اللي انا كنت فيها يعني. ما البوزيشن اللي عينت فيه في كان يعادل في الجسر كان يعادل درجة وكيل وزارة. فعينت هني في مدير عام موارد والخدمات بدرجة وكيل وزارة. وكم بقيت في طبعا هني ليس بإرادتك يعني جلست كان في تأسيس حق المجلس الأعلى بدل الهيئة العامة للبيئة والثروة البحرية، تأسيس للمجلس الأعلى للبيئة، وساهمت فيه كثير أنا في تأسيسه مع مع سمو الشيخ عبد الله ومع سعادة الدكتور عادل الزياني وسعادة الدكتور أي دكتور؟ والله نسيت اسمه دحين المدني نسيت اسمه نطلع لكم عقولنا. وطبعا مع الجهة اللي كانت اللي هي الخدمة المدنية. زين نرجع بعدين كم بقيت أنا بسنة تقريبا؟ لا جلست من 2008 إلى بداية 2012 ونقلت بمرسوم ملكي مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرك. نفس الفترة ظليت سنة أو أقل 11 شهر، وبعدين نقلت إلى صدر مرسوم بنقلي إلى مدير عام بلدية المحرك حتى طلبت التقاعد المبكر في 31/5/2015. التغير اللي صار عليك يعني من كنت في الجانب الإداري إلى الجانب الخدمي؟ لا هو مو خدمي، هو إداري ومالي. بس من الجانب الخدمي أنا في البلدية صرت في الجانب الخدمي. أي نفسه، أنت مسؤول عن ميزانية موازنة البلدية ومسؤول عن موظفين البلدية، ففيها وفي الوظائف العليا ما يشترط يعني المؤهل مثل ما قلت، لأن هاي مثل ما يقولون وظيفة قيادية تشترط المؤهل العام يعني أو العلوم الإدارية. صعوبات ما واجهت صعوبات يعني في العمل البلدي في ذيك الفترة؟ طبعا مع نشوء المجالس البلدية ومع مجلس النواب وديوان الرقابة كانت انت يعني مثل ما يقولون بين المطرقة والسداب، لازم لازم ترد، والمواطنين نفسهم بعد. وانا الحمد لله انشأت بناء على توجيه
سمو الشيخ خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رحمة الله عليه مجلس أسبوعي يراجعون فيه الناس، يعني غير يعني متابعة المراسلات، يعني تعال ويجيب اللي عندك. المدير اللي كان في البلدية الحد اللي قال لك أنت راح تصير مدير البلدية إيه؟ وقت اللي عينه كان موجود؟ لا والله نسيت، لكن أذكر القصة يعني جيد رحمة الله. يعني مثلا ما اتصل لك بارك لك يعني؟ لا أظني توفي، أظن توفي في ذاك الوقت إيه. لكن لقيت واحد من الموظفين اللي دربوني على العمل جزاه الله خير، اسمه أحمد حسين يتيم، كان في تكريم، فهو لازال في بلدية الحد، فأنا أمام الموظفين والجمهور قلت لهم ترى يعني هذه اللي أمامكم علمني العمل في وقت بداية حياتي ويستحق الشكر والتقدير، فصفقوا للموجودين في أذكر هذه جيدا. وكيف كان عمل المجلس يعني المجلس البلدي؟ يعني الجنوبية مع المحرق، الجنوبية كان في 6 أعضاء اي ونقلوك إلى وصلت بعدين في المحرق، المحرق وقتها كان مجلس فيه خلافات. اي نعم نعم، حتى في الجنوبية كان فيه، بس المحرق كان يعني بشكل واضح يعني الاختلاف بين أعضاء المجلس، يعني مثل ما يقولون ما تمر جلسة إلا فيها مشاكسات. زمان بس لكن أنت كنت محسوب على الأصالة ورئيس المجلس البلدي والنائب كانوا أيضا من الأصالة. أي نعم، وهذه هم اللي يعني هذا هل سبب لك هذا هل دخلك في الصراعات؟ هاي اللي سبب صراعات عند بعض الأعضاء. اي يعني كانوا ينظرون لك ان انت ان صافي انت ان انت يعني صاف معاهم، واذا صفيت معاهم يعني بيفيدكم انتم الموضوع، لان معناته صفيت مع المجلس. لكن هناك يعني اجراءات لابد من اتخاذها، ويعني ما يصير الحكم مباشر للمجلس البلدي، لان في قرارات تمنع يعني القبول بكل الأشياء. السبب اللي خلاك تطلع تقاعد؟ تغير العمل يعني، وصلنا لمرحلة يعني إن مثل ما ذكرت إن والإجراءات تغيرت، أظن صارت البلديات ما عندها ميزانية، فبالتالي الأعضاء يطالبون بأشياء مو موجودة، ويعني شفنا إن إحنا اكتفينا، شفت إن فأتحرك على إن أخرج مبكر وأسهل يعني، وفتح المجال للشباب الأصغر. يعني حسيت إن أنت خلاص ما عاد عندك شيء؟ ما في شيء نقدم. نعم بعد التقاعد دخلت في مجال العمل الحر. طبعا كنت انا مؤسس من ما كنت في الجسر، المؤسس العام الجسر، انشأت مؤسسة عقارية واشتغلت فيه، ولما خرجت في 2015 طورت العمل هاي وطورت. يعني كان العمل موجود، يعني كان العمل موجود من الأساس، موجود وفي قائمين عليه، وبعد لما طلعت طورته ويعني صار الحمد لله اليوم برجع للبلدية مؤسسة عقارية واتكت مدير عام البلدية. اي ما واجهتك مشاكل تضارب المصالح؟ لا، لأن طبعاً القانون يحكمنا، وأنا كنت ما كان مسجل باسمي لأنه يمنع قانون البحرين وجود سجلات عند الموظفين،
بس انت حتى لما تحمل بس في السيستم في الجسر. اي ما كان مفصول، ما كان في شيء يمنع، ما كان في شيء يمنع، لكن انا غيرته شلته من اسمي لما صرت في الوظيفه لما صرت مدير عام الموارد والخدمات شلته من عندي، وشبه يعني صار فيه يعني تخفيف العمل الى اقصى حد، وبعدين طلقت مره ثانيه من جديد بعد التقاعد. رجعت طورت الشركه بعد التقاعد. اي نعم. والشركه كيف تاسست وتطورت؟ اي نعم. شركة. حولناها لسلمك الى شركه تطوير عقاري، اللي هو مفهومه البناء البيع على الخريطه، وبيع وشراء الاراضي، والحمد لله رب العالمين صار الامر يعني جيد، وصارت لها مكانه اليوم. كانت البدايه اسمها عقارات كودي، حولناها الى مجموعه كودي، عندنا بعض الشغلات مساهمات مع بعض الشركات، فالمجموعه تحوي يعني اشياء اكبر من بس مجرد عقارات. وعلاقاتك مع المسؤول يعني الحين، هل استفدت من علاقاتك في البلديه في عملك في التحول؟ اي نعم طبعا، من البدايه مثل ما ذكرت لك لما كنت في المؤسسه العامه للجسر صارت لي علاقه كثيره مع المسؤولين في وزارات الدولة في البحرين، مملكة البحرين، وطبعا لما صرت في الوظيفة هذه صار لي لقاءات كثيرة مع كثير من الوزراء والوكلاء ومدراء الإدارات، والحمد لله لا زلت أحتفظ بهاي العلاقة وأحترمها، بالإضافة إلى القطاع الخاص مجال البنوك والشركات الأخرى. عندك نصيحة توجهها؟ يعني تعملت في أكثر من مجال، بنوك، جسر، الحياة الفطرية، المدن السالبية، البلدية، النصيحة اللي تحب توجهها؟ النصيحة أن من جد وجد، يعني ليس الأمر مفروش بالورود مثل ما يقال، لابد من الاجتهاد والمداومة والمتابعة على العمل حتى يبلغ يعني الإنسان مبتغاه.